20 عام اللي داز على حادث اللي بقى راسخ في الذاكرة المغاربة. الكارثة اللي طرات في 16 مايو 2003 في الدار البيضاء صدمات بنادم. الخبر في الأول داولوها الناس وما استوعباتهاش للسماع. في ديك ليلة الجمعة المغرب شهد تفجيرات نفذوها 14 كاميكاز، 11 تفرقعو و 3 انسحبو في آخر اللحظات. اليوم غادي نعودو تفاصيل على شنو جرى في ديك الليلة، غادي نشوفو شنو الظروف والأفكار اللي خلات شباب في العشرينات من عمرهم يضربوا ساكادويات على دارهم ويخرجوا يتفرقعوا على عباد الله. بينا دوك 14 كاميكاز تقسموا على 4 الجروبات. الجروب الاول ديال اوتيل فرح كانوا فيه 4: عبد الفتاح بوليقضان، محمد العماري، محمد الاسمر، وحسن الطاوسي. الخطه ديال هاد المجموعه كانت هي يدخل محمد العماري للاوتيل والاخرين يتكلفوا بالناس السيكوريتي يذبحوهم، ومن بعد يدخلوا يوركوا على البوطون كاملين في خطره ويتفرقوا. العكسات ليهم هاد الخطه كاين عندهم البديل، يشعلوا فتيله بريكه وغادي يطردقوا. هاد المجموعه فاش جاو يشدوا الطاكسي لاوتيل فرح طرا ليهم واحد البلان اللي ما كانوش عوالين عليه. حسن الطاوسي حضر راسو هرب وخلاهم قبل ما يطلعوا في الطاكسي، ولكن هادشي ما منعش 3 الاخرين باش يكملوا في داكشي اللي ناويين عليه. حطوهم طاكسي جويل 10 هاد الليل وتمشاو على رجليهم حتى لقدام الاوتيل. عبد الفتاح بوليقضان اللي هو الزعيم د هاد الجروب قال محمد العماري باش يدخل هو الاول، عاد يلتحقوا به هو محمد الاسمر. دخل محمد العماري كيجري للوطيل في الوقيته اللي تشد فيها بوليقضان والاسمر مع السيكوريتي قدام الباب، مخلاهمش يدوزو وما يتفرقعو على برا. تشتت بنادم ودمرات الفاصاد ديال الوطيل، وبداو الناس في الشارع كيتجمعوا يشوفوا شنو طاري. داك العماري اللي دخل لوطيل فاش تفرقعوا اصحابو على برا طاح الارض تجرح وغيب شي تواني قليله، وحيد ساكادو اللي فيه القنبوله ولاحو في الارض. جمع الوقفه وبغى يهرب من تما وما يتبعوا شي ناس وشدوه برا لوطيل. هاد محمد العماري كان هو اول واحد اللي شدوه السلطات واللي كشف بزاف الخيوط في هاد القضية. داك ساكادو اللي فيه القنبولة بقى مخشي تحت شي كسداد الناس ماتو. فاش لقاو السلطات كان خصهم يخويو المكان كاملو وبعدو الناس على لوطيل بكتر من 100 متر باش يفرقعو ديك القنبولة اللي فيه، وداكشي اللي قدرو يديرو في الصباح ديال 17 مايو. حسن الطاوسي اللي هرب من الجروب قبل ما يشدو الطاكسي ما كانش سال على السلطات باش طاح عليه. بعد ديك الليله اللي طرا فيها التفرقع في واحد الجامع، الغد ليه مشاو وشي صاحبو البرشيد ودازو للكارا دبروا على فلوس. دوزو شي ايامات تما طاحت عليهم فكره يهربوا للجزائر. حاولوا يسلتو من الحدود ما قدروش ورجعوا لكازا، وهنا فاش شدوهم السلطات الامنيه. نمشيو دابا للجروب اللي تفرقعوا في كاسا دي اسبانيا. كان فيه خالد بن موسى، محمد حسونة، محمد العرباوي، ومحمد العروسي. الكلوب كان فهاد الليلة مطرد قبل كليان، كل عدد ديالو ما وصل شي 100 تقريبا. هبطات ديك المجموعة دبحو السيكوريتي اللي كان قدام الباب ودخلوا تفرقعوا لداخل الكلوب. تشتو عباد الله وطرافد الحمل لصقات مع الحيوط. فاش جاو الفاميلات كيقلبوا على حبابهم بقاو غير الكسدات محروقين والطروفه مشتين. الضحايا كانوا كتار في كاسا دي اسبانيا، وهادشي راجع لان الخطه ديال الصفي والسيكوريتي صدقات ليهم، شي اللي خلاهم يدخلوا حتى لداخل الكلوب ويطردقوا على عباد الله. الجروب الثالث قصدوا مقر ديال الرابطه اليهوديه. كان فيه محمد مهني، خالد طايع، ورشيد جليل.
محمد مهني وخالد طايع اقتحموا الباب ديال المقر وتفرقعوا. شافوا مراشد جلال من اللور حتى طردقوا ويحبس، حيت ساكادو اللي فيه القنبولة لاحوا واحد القريعة فيها المتفجرات وهرب. رشيد جلال قدام المحكمة عودات شي بالتفاصيل، قال لهم كانت قنبولة عندي في ساكادو. قالوا لي نمشي مع محمد مهني للرابطة اليهودية، عطوني قرعة فيها متفجرات درتها في جيب الجاكيطة وزادوني موسو بريكة. قالوا لي فاش وصل 10 الليل نوركو على البوطونة باش نتفرقعو. ركبنا طاكسي وهبطنا قدام الوطيل دحياة ريجينسي، هزين دوك الساكادويات اللي تكون فيهم شي 3 كيلو. رايحنا في واحد الجريضة بين موصلات لوقيتها، ما قديتش نهرب من النوم، واحد فيهم كان قريب لي الوقت كامل. قبل ما نوصل لباب المقر الرابطة رميت ساكادو وديك القرعة وهربت للبرنوصي عند خويا. هاد رشيد جلال هرب هو واحد صاحبو الواد المالح، من تما دازو لواحد الخلا قريب من كاريان طوما، بقاو فيه حتى شدوهم السلطات. لحسن الحظ ان هاد المقر الرابطة كان خاوي، دوك اللي طردكو ما صورو حتى لعبة تما، من غير الديور اللي في السيكتور اللي تشتت ليهم الزاج بقاو داك تفرقع. الجروب الرابع مشاو لمطعم بوتزيتانو اللي هو فاصل القنصلية بلجيكا، كان فيه سعيد عوبيد، عادل طايع ويوسف كوتاري. فاش بغاو يدخلوا للريستو تشد معاهم السيكوريتي اللي في الباب وما يصدقوا مفرقعين على برا. من غير هاد البلايص بربعة طرات واحد تفرقع اخرى في المدينة القديمة حدا المقبرة اليهود. هبطوا الناس يشوفوا صحاب ليهم ماشي بوطات فرقعات وما يلقاو بنادم مشتت في ديك الساحة. بقات تفرقع لغز ما عرفوش بالضبط شنو جرى فيها، وتحت في المحكمة ما دلا بتصريحات في هاد الباب. سنطاقات بينات بلي الخالية اللي فيها 14 واحد تقسمت على 4 المجموعات، اوتيل فرح، كاسا دي اسبانيا، رابطة اليهودية ومطعم بوتزيتانو. العدد ديال الضحايا وصل ل45 قاتل، منهم 11 من دوك اللي فرقعوا راسهم، والجرحى كانوا واصلين تقريبا لشي 100. مشيو دابا للتحقيقات اللي بينات شنو جرايا ما تقليلة قبل من ديك الليلة الكحلو. كاين تقارير أمنية وصحافية كتقول بلي التخطيط لهاد العمليات والتجنيد ديال دوك لي كاميكاز بدا شهر قبل من الليلة ديال التنفيذ. الاستقطاب ديالهم كان في الجامع ديال الحومة، تكلف به عبد الفتاح بوليقضان، واللي جاتو أوامر من عند الأمير ديال الخالية واللي هو عبد الحق بن جاسر معروف بمول الصباط. فتخينا هو الشخصية الرئيسية في هاد الأحداث اللي جرات. بزاف ديال التقارير الإعلامية كتقول بلي هذا هو العقل المدبر ديال التفرقع اللي طرا في 16 ماي. ما كاينش معلومات كافية على المسار الفكري والإيديولوجي ديالو، من غير أنه كان خراز ومن ثم جا اللقب ديال مول الصباط. كانوا عنده حتى ألقاب أخرى بحال الأمير ولي الأمر وغيرها. المهمة ديالو كانت هي الإشراف الفكري والمعنوي والمادي على الزعماء ديال دوك المجموعات بربعة. في المرحلة الأولى بدأت الخالية كتشكل، ولكن البنية التنظيمية ديالها ما كانتش واضحة. الأمير كان هو مول الصباط، وتحته كانوا 3 ديال القيادة التنفيذية، عبد الفتاح بوليقضان، محمد مهني، واحد الشخصية أخرى كيعيطوا ليها ياسين الحنش. الجماعات ديالهم كانت كتكون في كاريان طوما ولا دوار السكويلة اللي في سيدي مومن، كيستقطبوا دراري اللي الله دينو كيربطوهم بشي مجموعة. ولات الخالية فيها 4 المجموعات منفصلين، كل وحدة كدير اجتماعات الراسة. التأطير ديالهم اقتصر في الأول على الحفاظة القرآن، دروس السيرة، وكيتبادلوا الكتب والأشرطة. هاد الأشرطة الفيديو اللي كانت وحدة من الأدوات ديال التأطير، كانوا فيها فيديوهات ديال الحرب ديال الأفغان كونتر السوفيات،
والحرب ديال الشيشان كونتر الرواسة. كانوا ديك ساعة السديات موجودين وكيتباعوا غير 10 دراهم للواحد. من مور ما شارجاهم مزيان فكريا دخلت الخلية في المرحلة ديال الإعداد الجسدي. بداو كيتريني وجهة الواد المال حدا المحمدية، واللي كان مكلف بالتدريبات هو رشيد جليل اللي عنده خلفية رياضية. فاش ولات الخلية واجدة ايديولوجيا وجسديا، قال عبد الفتاح بوليقضان الامير د الخلية مول الصباط باللي الدراري واجدين ينفذوا العملية. وهنا كاين بزاف ديال الروايات الاعلامية والامنية اللي كتقول بلي مول الصباط مول الخلية بشي 2 مليون قل 20,000 ريال، وهو اللي قاد لهم بروغرام ديال التنفيذ واقترح باش يزيدوا ناس اخرين للخلية. وهادشي اللي دفع بوليقضان والحنش باش يستقطبوا عناصر جداد. هكا ولات الخلية بهاد الشكل. من مور ما سالو لونطريما بدو كيقلبوا على شي طريقة باش يصوبوا القنابل. شي تحقيقات صحفية جا فيها باللي عادل الطايع ومحمد مهني تلاشارجاهم بالانترنت لي تكنيك دي كيفاش يصنعوا القنابل، ولكن ما لقاوش كيف يدبروا على المواد الأولية من السواق. موراها تواصل بوليقضان مع الأمير الجماعة مول الصباط واقترح عليه باش يخدموا ببوطة صغيرة خاوية يفتحوها من الفوق ويدخلوا لها 2 سلوكة مسودين ببولة صغيرة، من بعد يسوديو البوطة ويعمروها بالغاز. وفاش يلاقيو السلوكة غادا تفرقع. ملي جاو يجربو هاد اللعيبة واش تصدق عليهم فشلات. صعيب تعرف كيفاش صنعت الخالية دوك القنابل، ولكن الراجح انهم دارو شي تخليطة من المواد الكيماوية اللي متوفرة في السواق. داك محمد العماري اللي تراجع في اخر لحظة وما تفرقعش، قال لهم بلي محمد مهني وبوليقضان هما اللي تكلفوا بالتوجات ديال القنابل ودراوها في الساكادويات قبل ما يفرقوهم على الدراري. فاش بقات يومين على ديك الليلة العملية، تجمع حسن الطاوسي وبوليقضان في الدار ديال محمد العماري وسمعوا الشريط العنوان ديالو رحلتنا الى الدار الاخيرة ديال الشيخ احمد المورعي. داروا اللمسات الاخيرة على دوك القنابل والغد اللي التحقوا بهم الاعضاء اللي بقاو من الخلية. نهار الجمعة 16 مايو مورا الظهر بقاو كيتفرجوا مجموعين في اشرطة ديال عشاق الشهادة وجحيم الروس. فاش وصلت لوقيت هاد المغرب صلاو والعشاء جماعة قديم كرطوا اللحية باش ما يتورقوش، داروا اللمسات التقنية الاخرى ويربط العماري الاتصال مع الامير مول الصباط بارك ليهم العملية ودعا معاهم. مراه توادعوا كيقولوا لبعضياتهم تلاقاو في الجنة ان شاء الله. وما يخرجوا يتفرقوا على عباد الله. شنو اللي خلى شباب مازالين في العشرينات من عمرهم يتشبعوا بأفكار مقودة بحال هادي؟ باش نجاوبوا على هاد السؤال خصنا نرجعوا اللور في التاريخ باش نشوفو شنو اللي خلى افكار بحال هادي تلقى مناخ فين تعشش وتفرخ علينا بحال هاد النماذج. الصراع اللي عرفو المغرب من نهار خدا الاستقلال بين النظام والتيار اليسار خلى الملك الحسن الثاني يفتح الباب للزعماء من الاخوان المسلمين اللي كان عندهم صداعات في مصر مع جمال عبد الناصر، يمكنهم من الحقل الديني يهندسوه باش يخلق توازنات تخلي النظام بعيد على الصراع. من بين الزعماء اللي تفتح اليوم الباب توفيق الشاوي، واحد من المنظرين الكبار ومن المؤسسين ديال الجماعات الاخوان، زيد عليه بهاء الدين الاميري، حسن عشماوي، صالح ابو رقيق وشخصيات اخرين. في العام ديال 1979 وقعوا احداث اللي اثروا بشكل كبير على العالم. 4 ديال الأحداث. الأول هو الثورة ديال الخميني في إيران، الثاني هو المشروع الكبير اللي بغا دير إيران باش تصدر الثورة لبلدان أخرى سيرتو لجهة الخليج اللي هما بلدان سنية،
الحدث الثالث هو الغزو ديال الاتحاد السوفياتي لأفغانستان، والرابع هو الحادثة ديال جهيمة العتيبي اللي اقتحم الحرم المكي. ديجا درت عليه فيديو شحال هادي، الا رجعتو ليه راه غادي تلقاو التفاصيل. السؤال المطروح هو شنو العلاقة ديال المغرب مع هاد الأحداث؟ أول نقطة، المغرب كانت عنده علاقة مزيانة مع الشاهد إيران اللي طيروا الخميني محمد رضا بهلاوي. استقبلوا المغرب شي يامات مور ما خرج من إيران، واللي رفضوا بزاف ديال الدول اللي صادفوه. ثاني نقطة، الخميني كان كونتر المغرب في الملف في الصحراء، وهادشي غادي يخلي المغرب يقلب على الايديولوجيا اللي غادي يواجه بها هاد المد الأصولي. وهادي هي اللي غادا تعطينا النقطة الثالثة، واللي هي التحالف ديال المغرب مع السعودية. فتحوا ليها البيبان باش تنشر المدارس القرآنية، ودخل مئات الآلاف ديال الكتب والكاسيطات السلفية. في العام ديال 1990 غادي تنوض الحرب ديال الخليج الثانية، وهنا النظام ديال السعودية غادي يعيط على الجيش الأمريكان باش يحميه من صدام حسين. هاد القضية غادا تخلي السلفية تقسم على جوج، الأولين كأيدوا الاستعانة باللي كيسميوها العدو الكافر، وهانيا عندهم اللي ماشي مسلمين يدخلوا المنطقة، والتانيين كيعارضوا هاد القضية. في المغرب كان من بين المؤيدين الشيخ المغراوي اللي اعلن على الولاء ديالو للنظام السعودي، ومن بين المعارضين كان الشيخ محمد الفيزازي الوالد ديال الشيخ الفيزازي اللي كتعرفو. الفيزازي الاب كان داير اجتماع مع الاتباع ديالو في حي التقدم في الرباط، ويقول لهم باللي اليوم قسمت السلفيه على جوج، سلفيه بترودولاريه مواليه للنظام السعودي، وسلفيه جهاديه كترفض الولاء للانظمه اللي حاكمه في العالم الاسلامي، كتعتبرهم طواغيت وكتأيد أي خروج مسلح ضدهم. كان هاد الإعلان ديال الفيزازي الأب هو النقطة ديال البداية ديال الصراع ما بين السلفية التقليدية اللي كيقودها المغراوي، والسلفية الجهادية اللي كيقودها الفيزازي الأب، واللي غادي يلتحق بها حتى الفيزازي الإبن في التنظير ليها. في 1992 غادي يبدا الصراع المسلح بين الجيش والجماعات الإسلامية في الجزائر. هنا الموقف ديال السلفية التقليدية كان كونتر الجماعة الإسلامية، واعتبروا هادشي من العصيان ديال الحاكم اللي محرم في الشرع، ولكن السلفية الجهادية كانوا مؤيدين الجماعات المسلحة. الشيخ الفيزازي كان كيطوف في المغرب كامله باش يبشر الناس باللي الجهاد قام في الجزائر. كان هو والوالد ديالو كيجمعوا التبرعات في جامعة أبو بكر الصديق في فاس، كيمولوا الجماعات المقاتلة وكيمدوهم بالسلاح، وكيستقبلوا حتى الناس اللي هاربين من الحكم ديال العسكر. هادشي كاملو كان كيدوز تحت العينين ديال السلطة ماشي خبية. التيار الجهادي في التسعينات اكتسح طبقات مختلفة من المجتمع، وليتي كتلقى فراشات قدام الجوامع عامرة بالأدبيات الجهادية، كتب ديال أبو قتادة الفلسطيني، أبو محمد المقدسي، وأبو باصر الطرطوسي. هنا ولات السلفية الجهادية كتشير بالنبلة ديالها على ثلاثة ديال التيارات الإسلامية: العدل والإحسان، الحزب العدالة والتنمية، والدراع الدعوي ديالو اللي هو الحركة ديال التوحيد والإصلاح، والسلفية التقليدية. السلفية الجهادية كانت كتنتقد العدل والإحسان حيت في نظرهم الجماعة متأثرة بالصوفية وعامرة بالبدع. الحزب العدالة والتنمية والحركة ديالو كان كيشوف التيار الجهادي حركة إخوانية بغات تغير سلمي من داخل المؤسسات، مهادنا للسلطة وما كدير لا تغيير لا والو. التيار الثالث اللي كينتقدو هو السلفية التقليدية، اللي كيعتبروهم كسالة الدينار في العقيدة وشي مسائل فقهية، وما عندهم حتى شي منهج واضح في التغيير ديال الواقع، وكانوا كيطلقوا عليهم السمية ديال المرجئة. هادشي غادي يخلي جيل جديد ديال الشيوخ يبانو مع
الاختلاف ما بيناتهم في الدرجة ديال التشدد. كاين الفيزازي اللي ديجا ذكرنا، الحدوشي، الشادلي، الكتاني، أبو حفص، والميلودي زكريا. في الأخر ديال التسعينات بانت أنشطة ديال الحسبة، واللي كانت معروفة ديك الساعة بالوداديات السكانية. هاد الوداديات بانوا في الأول في عوينة الحجاج في فاس، بلايص لي ظاهرين بيها. دارو مجموعات ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كيديرو حملات تعزيرية في هاد المنطقة، ولو كيبانو ليك شي الحياة هازين العصي وكيدورو. اللي شافو كيبيع الشراب ولا كيشربو ولا كيبيع الحشيش ولا غير غادي مع شي بنت في الزنقة، كيطبقو على شي حد من الحدود. هاد الحملات ما اقتصرتش غير على فاس، بانت حتى في سيدي سليمان وسلا وفشي قناة في كازا. هادشي غادي وصلنا للهضرة على التيار ديال التكفير، واللي غادي ناخدو فيه جوج ديال الأمثلة: الميلودي زكريا ويوسف فكري اللي معروف بأمير الدم. نبدأ بالميلودي زكريا اللي كان مركز في الدعوة ديالو على الولاء والبراء والتكفير. كان كيعتبر أي واحد كيحتاك من القانون والمحاكم ديال البلاد كافر مرتد على الإسلام. ما كانش كيعترف بالسلطة ديال الدولة وما كيتعاملش مع المؤسسات ديالها. التيار التكفيري اللي أسس الميلودي زكريا كان كيمنع الأتباع ديالو يتعاملوا بالوثائق الإدارية، ومن بينات العقود ديال الزواج كانوش كيعترفوا بها وكيعوضوها غير بالقرائد الفاتحة. المجموعة اللي كان كيأطرها كانت كتمارس الوظيفة ديال شرطة الأخلاق في سيدي مومن. وفي واحد النهار في فبراير من العام 2002 وقعت مواجهة بين واحد من الجماعة ديال الميلودي زكريا واحد البزناس سكران في الليلة ديال العيد الكبير. وهنا كاينه هضرة كتقول بلي الميلودي صدر فتوى كتهضر الدم ديال هاد البزناس، فشدوا الأتباع ديالو ورجموا قدام الناس بالحجر. مشيو دابا ليوسف فكري اللي معروف بأمير الدم، ود اليوسفية وكانوا عنده أفكار تكفيرية. أول عمليات ديالو نفذها في حق عمو في 98، والحجة عنده أنه فاسق حيتاش كيضرب الطاسة وكيخون مراته. من تما هرب للناظور، ويا البلاصة اللي فيها الشيخ ديال التكفيريين بن داود الخملي. كان يوسف فكري وصحابه بارزين في التنظيم ديال الهجرة والتكفير، ونفذوا بزاف ديال الجرائم والاعتداءات في حق المواطنين. شدوا سلطات يوسف فكري في طنجة في 2002 وحكموا عليه بالإعدام مور الأحداث ديال 16 ماي. الأحداث اللي وقعت في 11 سبتمبر في ميريكان كان عندها تأثير كبير على التيار الجهادي في المغرب. عطاتهم دفعة كبيرة في المجتمع اللي كانوا بزاف الناس فيه متعاطفين مع دوك العمليات اللي نفذت القاعدة. فتخيلوا معايا دابا غادي تشد شاب في هاد الظروف، غادي تعمر له راسو بداك الافكار التكفيريه. واحد كتكفر ليه المجتمع كامل بالناس والمؤسسات اللي فيه. جوج كتحرم عليه الاحتكام القوانين والتعامل بالوثائق الاداريه. ثلاثة كتمنع عليه الجوامع اللي كتعتبر ان الصلاه مور الامام ديالهم ما دايزاش. أربعة كتحرم عليه الزواج من غير بالنساء ديال الجماعة. وخمسة كتحرم عليه ياكل من الذبيحة ديال السوق. وزيد وزيد هكا كيولي بنادم منعزل على المجتمع فكريا وحتى جسديا في بعض الحالات. فبحال هذا لمشى حتى اقتنع عليك بلي لا دور بحزام د القنبول وطردك في ناس كيعتبرهم كفار غادي يحل عينه في جنة طارين به الحوريات. فشنو اللي غادي يمنعو من انه يديرها؟ اللي كيصحاب لي بلي غير الحزقة والمستوى التعليمي اللي طايح وما العوامل الرئيسية اللي كتخلي هاد الناس يعتنقوا هاد الفكر الجهادي غادي يكون غلط. واحد دراسة نشرها البنك الدولي
درت على بيانات ديال 3803 الناس التحقوا بالدواعشة، لقيت بلي 43.3% عندهم مستوى ديال التعليم ثانوي، 24.5% مستوى جامعي، 13.5% مستوى ابتدائي، والنسبة ديال الأميين ما فايتاش 1.3%. أما دوك 16.3% اللي بقاو ما كانوش مصرحين بالمستوى التعليمي ديالهم. الخطير في هاد الأفكار دلويل أن لمشة غير واحد اقتنع بها تقدر الخسائر تكون كبيرة. المغرب مور الأحداث ديال 16 ماي، كان ضروري غادي ياخد تدابير أمنية باش يجفف المنابع ديال هاد التيارات. زيد عليها في 2004 بدا المشروع ديال إعادة تأهيل الحقل الديني اللي اعلن عليه المالك في الخطاب ديال 30 أبريل 2004. اللي بغا تفاصيل كتر على هذا الموضوع غنعطي بعض المصادر اللي اعتمدت عليها. كتاب سميتو الجهاديون المغاربة ديال محمد مصباح، مقالات ديال ود القابلة راه منشورة في الحوار المتمدن، والملف اللي دارت المجلة ديال الزمان هاد الشهر غادي تلقاوها في المكتبات. اللي بغا يقراها راه فيها تفاصيل كتيرة. هذا الانستغرام ديالي اللي بغا، وهذا مكان اخوتي بنادم يرد لبع اللي يمشي ظالك في حالة تخربيق هذا. تالله. Something.